إنه وقت القرمشة في مصنع فريتولاي. ما التجهيز لعطلك خلال الأسبوع القادم؟ سيقوم طاقم العمل بتصنيع أكثر من 1,000,000 كيلوغرام من رقائق دوريتوس فريتوس والرقائق الأمريكية التقليدية. هذه رقائق بطاطس مثالية. يعملون على 12 خط إنتاج ل24 ساعة في الأسبوع، ثم تغلف وترسل إلى المتاجر. إنه سباق إلى مائدات الرحلات في مصنع فريتولاي الكبير. أهلا بكم في فريتولاي في فيري جورجيا، أحد أكبر مصانع رقائق البطاطس في العالم. يمكننا تحمل هذا. نحن في مبنى على مساحة 1,000,000 قدم مربع، وبه 12 خط إنتاج و1,500 شخص للتنظيم. نقوم بصنع رقائق دوريتوز وليز وفيرتوز ورقائق ليز المخبوزة وتشيتوس. معظم منتجات فريتولاي تصنع في هذه المنشأة. المصنع مقسم إلى 4 أقسام رئيسية. المخبز، حيث نصنع منتجات مثل كرات الجبن وحلقات البصل والبسكويت، وحجرة الذرة لمنتجات التورتيلا مثل دوريتوس، ومنطقة إنتاج رقائق البطاطس. في المركز على مساحة 65,000 متر مربع، يقوم المصنع بالعادة بصنع 300,000 كيلوغرام من الوجبات الخفيفة المالحة يوميا، لكن الآن إنهم يزيدون الإنتاج من أجل عيد. سنعمل لمدة 24 ساعة في الأسبوع حتى العطلة لإيصال هذه المنتجات إلى السوق. تبدأ العملية ب6 قشارات، والتي تدحرج وتفرك البطاطس حتى تصبح نحيلة ونظيفة. وهناك ما يقارب نصف كيلوغرام من البطاطس بين القشارات خلال 24 ساعة، والتي تنتج 135,000 في الفترة الواحدة. تقشر البطاطس ثم تمر من خلال جهاز فحص تلقائي. ومع مرورها بالجهاز تخرج الكثير من القطع الفاسدة، البطاطس الفاسدة والمتعفنة، وتتأكد أن البطاطس التي تمر لبقية العملية هي البطاطس الجيدة. وطريقة عملها، يكون هناك أصابع متقطعة في الوحدة كاملة، وعندما ترى حبة فاسدة تخرجها. ثم القطاعة تقطع كل قطعة إلى شرائح رقيقة. تسقط البطاطس ويبدأ هذا الرأس بالدوران، يأخذ حبة البطاطس كاملة ويقصها إلى رقائق صغيرة. تقص البطاطس هنا، دعني أريك. وإن نظرت فإن البطاطس التي تسقط تذهب إلى الرأس، ويدور الرأس ويقطع البطاطس، وعندما تدخل تكون حبة كاملة، وعندما تخرج يكون لديك تلك الشرائح. ما يميز الرقائق الجيدة هو السمك، ومن المهم أن تكون بالسمك المطلوب قبل القلي. وتمر الرقائق غير المقلية تحت نظام نفخ هوائي لإزالة الماء الزائد، ثم إلى المقلى. وهنا المقلى، إنها ساخنة جدا، تبلغ حرارتها ما يقارب 200 درجة مئوية. تدخل الشرائح،
وتخرج الرقائق في نهاية اليوم. وما يكمل يومي رؤية قرابة 3000 كيلوغرام من الرقائق تخرج للتجهيز العيد. هذه رقائق مثالية، لونها صحيح ومقرمشة وتبدو جميلة ولا يوجد بها عيوب. الفن في هذا العمل يكمن بالتأكد من أن تقلى بشكل صحيح، والتأكد من أن تقشر بشكل صحيح، والتأكد من أن كل شيء يجري حسب المطلوب، والتأكد أننا نقوم بذلك وفقاً للمواصفات، بحيث تصنع رقائق مثالية متناغمة ذات جودة. هناك الكثير من التكنولوجيا والكثير من الأعمال الآلية التي تحدث بالخلف. النتيجة حبة ذهبية مثالية، وإن لم تكن فإنها خبز محمص. وهذه الآلة هنا تتأكد من أن تخرج جميع الرقائق الفاسدة، ونأمل ألا تدخل إلى الأكياس. هذه عليها نقطة بنية، وهذه تعتبر رقاقة فاسدة لنا. وها هي طريقة عملها. يقوم النظام بتفحص الرقائق أثناء مرورها، ويسجل إن كان هناك لون غير طبيعي. إن لم تكن جيدة، تقوم مضخة هوائية بقذف الرقائق إلى علبة الرفض. إنها سريعة جدا، بسرعة 150 مترا بالثانية، لكنها دقيقة. الرقائق التي تنجو من الاختبار تذهب إلى التوابل. يمكن للفريق وضع 4 نكهات في نفس الوقت، وهذا يعتمد على الطلب. واليوم يضعون 2 نكهة، الملح والشواء. والأنابيب داخل هذا الكوب ترش التوابل وتغطي كلا الناحيتين من الرقاقة. يتطلب الأمر 5 دقائق من التقطيع إلى القلي إلى التوابل لصنع الرقائق. 5 دقائق. لقد انتهت أول طلبية لليوم. انتهت 1 وبقيت 19. رقائق البطاطس هي أفضل منتج لدى مصنع فريتولي، لكن هناك رقائق أخرى تنافسها على اللقب. الدوريتوس. يتم تحضير الدفعة الثانية من البطاطس في فريتولاي. وعلى الناحية الأخرى وصلت مكونات أخرى عن طريق السكك. هناك 7 خطوط من السكك في الخارج من أجل العربات التي تحضر لنا الذرة والبطاطس والزيت، ويضعون 3 هنا، وتصل في اليوم من 10 إلى 12 سيارة. والذرة من أجل وجبات خفيفة أخرى. فريتوس، دوريتوس، وتوستيتوس. 3 منتجات تجني العديد من الملايين. لكن أفضل شيء بمبيعات الذرة هو الدوريتوس. وهي رقائق على شكل التورتيلا مصممة للقضم والقرمشة. ولصنع رقائق الذرة يستخدم الطاقم أكثر من 45,000 كيلوغرام من الذرة يوميا. ويبدأ الأمر في غرفة التخزين، حيث تنظفها عدد من الخزانات والمنقيات.
ثم تتجه إلى المطبخ. هذه أول مرحلة من صنع الديريتوس، يجب أن نطهو الذرة قبل أن تذهب إلى التخمير. وكل وعاء كبير يحفظ أكثر من 900 كيلوغرام لكل مجموعة. نطهو الذرة بإفراط على درجة حرارة 200 لمدة 4 دقائق، ثم تخمر لمدة 12 ساعة. عملية تخمير الذرة تساعد على رطوبة الذرة وتساعد على إزالة القشرة عن الذرة، القشرة الخارجية القاسية للب. ثم يطحنونها إلى عجين. ما أن نقوم بطحنها تأتي إلى هنا ويكون لدينا العجينة من الذرة 100%. ونتفقد 3 أمور في العجين: الرطوبة والمحتوى كم هو رطب، ودرجة الحرارة ما هي درجة حرارته، ثم قساوة العجين كم هي قاسية. وما يحدث بعد ذلك أن العجينة تدخل بين هاتين المدحلتين ثم إلى القطاعة التي تمنحها شكل الدوريتوس، مثلث غير مدبب. ثم يقومون بطهيها. أولا تمر الرقائق داخل فرن صناعي لعملية التحميص، والتي تجعل السطح الخارجي قاس وتزيل الرطوبة وتجعل العجينة يشكل فقاعات. حبوب جيدة وقوام رائع، هذا ما يمنحنا القرمشة التي نحبها جميعا في رقائق دوريتوس. يتم تبريد الرقائق على سلسلة من الناقلات، والتي ترسلها إلى القلي. دقائق قليلة في الزيت النباتي الحار، وتحصل على الدوريتوس الأساسي. أضف التوابل وتحصل على منتج يجني 4 مليارات دولار بالعام. واليوم يقوم بصنع نكهة الجبن الكلاسيكية. هذا هو دوريتوس الذي نبحث عنه، دوريتوس رائع ومقرمش، أتريد أن تجربه؟ يجب أن يصنع الطاقم ما يقارب 500,000 من الدوريتوس قبل عيد. في مصنع فريتولي يعمل الطاقم بسرعة قصوى لتلبية طلبات عيد. لكن الطاقم واجه مشكلة. إحدى شاحنتي تفريغ البضائع قد تعطلت. أيمكن أن نجلب صيانة إلى هنا؟ ماذا لديك؟ لقد عبأوا 4 أو 5 شاحنات وسيأتون إلى هنا، وإن لم يعمل هذا الغبي سوف نمكث هنا إلى أن يعمل. أعتقد أن درجة الحرارة 35 الآن، ومؤشر الحرارة يقول إنها 40، لذا لن تصمد البطاطس كثيرا بهذه الشاحنات. وهذه مشكلة كبيرة، يجب أن أفرغ حمولة 20 شاحنة اليوم، وإن تعطلت واحدة هذا يتطلب ضعف الوقت، وستنخفض جودة البطاطس لأنها تحت أشعة الشمس. لكن بمنشأة بهذا الحجم، هذا واحد من مليون شيء يمكن أن يتعطل. يجب أن تكون أفضل بضائع جاهزة بنهاية الأسبوع، لذا سأذهب للعمل. والمهمة الآن على طاقم الهندسة للمحافظة عليها تعمل. قبل موسم العطل نحاول القيام بصيانة وقائية جيدة، لكن هناك الكثير من المعدات في هذه المنشأة، الكثير من الشاحنات وعلب التروس والسيارات، لذا لابد أن يحدث أمر ما. مع وجود 12 خط إنتاجي تعمل 24 ساعة في الأسبوع، يجب أن يكون الطاقم جاهزا للعمل.
يمكن أن تحدث هناك مشكلة في الشاحنة أو مشكلة في الليزر أو الصور التي تقوم بالتغليف، لكن أسوأ ما قد يحدث هو انقطاع في التيار الكهربائي. في أوقات الصيف في الشمال الشرقي لجورجيا حيث نحن الآن، هناك الكثير من الرعد بسبب تلك العواصف التي تأتي في المساء. عندما نحاول إيصال المنتجات إلى السوق، آخر ما نريده أن ينقطع التيار الكهربائي. أأنتم على وشك إصلاحه؟ على وشك ذلك يا جاب. حسناً، هذا رائع. هل الجميع جاهز؟ لكن للآن فقد تجنبنا الكوارث. أجل 10-4 كريك، إنها جاهزة، انطلق. ها نحن ذا، لقد أعدناها إلى العمل بسرعة، أقدر هذا. حللنا مشكلة واحدة، لأنه عندما يتعلق الأمر بالبطاطس لا يوجد وقت لتضييعه. ما إن يرفع البطاطس عن الأرض، لديهم القليل من الوقت قبل ظهور النتوء. هذه البطاطس فسدت. هذا لأن البطاطس الخاصة بصنع الرقائق يجب أن تكون قشرتها رقيقة. لذا المزارع التي تزود فريتو-لي كبلاك جولد والمزارع في فلوريدا يجب أن تحصد قبل موعد التسليم للمصنع بأيام. الحجم المثالي، رقائق جميلة بيضاء مدورة، هذا ما نريدها أن تبدو عليه. لقد زرعنا هذا الحقل قبل ما يقارب 105 إلى 110 أيام، وكان من المفترض أن نحصده هذا الأسبوع. ونحن هنا الآن في سباق مع الزمن، ونحن نقوم بعملية الحصد الآن، ويجب أن نقوم بذلك بسرعة. في الأسابيع القادمة ستكون درجة الحرارة حوالي 40% وستحرق كل شيء. وما إن يتم حصدها تذهب البطاطس إلى منزل الغسيل. تمر بسلسلة من الغرابيل والمهزات لغربلة التراب والعشب والصخور. ثم تمر البطاطس بحمام مائي بسيط، ثم إلى طاولات التصنيف. هؤلاء النساء هن آخر خط دفاعي لدينا، ما لم تمسك تلك الغرابيل ستمسكه هؤلاء النساء. تبدو رائعة، الجودة عالية بقدر ما هي عليه الآن. في هذه المرحلة ما زالت البطاطس ساخنة من الأرض، لذا يرسلونها إلى مبردات مائية. أطفئها. حمام من الماء البارد. أنا خبير العائلة، لذا أنا هنا للمساعدة بوضع المبرد المائي الجديد. إن لم ننقل البطاطس بسرعة ستتعفن وتفسد أمامنا، وما إن يتم حصدها أشعلنا ساعة حياتها وقساوتها. لذا يجب أن نقوم بكل ما لدينا لتحويل هذه البطاطس إلى رقائق بسرعة. إنها داخل اسطوانة التبريد، وهناك ماء بارد يلتف حول البطاطس، إنها غارقة به، وإنه يدور حول البطاطس بدرجة حرارة أقل من 500 مئوية، لذا هذا يساعدنا على إزالة درجة حرارة البطاطس. وهذا أمر مهم جدا، لأن البطاطس في فلوريدا ساخنة ودرجة حرارة اللب عالية، لذا يجب أن نبردها لكي تدوم أكثر. يجب أن تواجه البطاطس معايير جودة صارمة، وإن لم تفعل سيرفض مصنع فريتو-لي الشحن. يحملون البطاطس ويفحصونها فحصا أخيرا. نحب أن تكون البطاطس بحجم كرة التنس، ونتفقد اللب، ونحب أن نتفقدها مرة أخرى لنعلم ماذا نحمل.
نفضل أن نفحص الأمور 3 مرات هنا. وقد انخفضت درجة الحرارة إلى 23 مئوية، لذا فإنها أبرد الآن وهذا أمر جيد. تحتوي كل شحنة على ما يقارب 25,000 كيلوغرام من البطاطس الممتازة، وبغضون ساعات قليلة ستكون رقائق. كل شيء يسير بشكل جيد في مصنع فريتو-لي. انتظر لحظة، علي أن أتفقد بعض الأمور هنا. ما إن تغادر البطاطس الطازجة المطبخ، تعبر في نظام يقوم بهزها بشكل لطيف إلى المرحلة التالية. جميع الحمالات والسلالم والقاطرات والمغارف تهتز بشكل بسيط لكي لا تلمس سطحا قاسيا. عندما تقوم بفتح كيس من منتجاتنا، أتحب أن ترى قطعا مكسورة به؟ لا أحد يحب هذا، لذا ما نحاول القيام به هو أن نهزها لكي لا تكسر. إن نقلتها على حمالة عادية، سيكون لديها القابلية للكسر. في بعض الأحيان لا نراها، يجب أن تشعر بها، لأنه في بعض الأحيان تكون الاهتزازات قليلة، وكلما زادت المنتجات، تكون الاهتزازات أكثر. ثم يحين وقت التغليف. توضع الرقائق في مكانها المناسب. ثم توضع على آلة القياس، حيث تقوم سلسلة من المغارف بقياس كمية الرقائق في الكيس بشكل محدد. ثم توضع في أكياس في الطابق الأول. تقوم آلة التغليف بنفخ النيتروجين وتغلقه بشكل محكم، وهذا يحل مكان الأكسجين لكي لا تصبح الرقائق قديمة، وتقوم بعمل وسادة من الهواء لكي لا تتكسر. هذا ما نريده، نريد رقائق كاملة، لا نريد الرقائق المكسورة، نريد رقائق كاملة. رقائق البطاطس، دوريتوس، فريتوس، وتوستيتوس، إنها أعمال فريتو-لي المهمة. كل واحد منها يجني مليارات الدولارات من المبيعات في العام. لكن في قسم الخبيز هناك رقائق أخرى لها محبيها. واليوم يقوم المخبز بصنع رقائق تشيتوس والبسكويت المملع. وأصبح المجموع 3,800,000 كيس من الرقائق، وكلها متوجهة للخارج لعيد. لكن في الخارج أتت عاصفة رعدية إلى المنطقة. ها نحن ذا، هيا لنبدأ، هيا. ويصاب المصنع بضربة.
هيا اصطحب أحدهم إلى الأعلى وأعد ضبط الجهاز. هيا بسرعة. سنقوم بكل شيء. هذه الضربة الثانية. لقد انقطع التيار الكهربائي الآن. خسر المصنع بأكمله الكهرباء وتوقفت المقالي عن العمل، وهناك منتجات بداخلها، لذا يجب أن نخرجها لأن بها زيتاً حاراً ويوجد به مواد. ينطلق الفريق إلى العمل لمحاولة تشغيل الكهرباء. ننتظر حتى يعمل الحاسوب. حسناً. لكن العاصفة لم تنتهي. وفي فريتولي فسدت الرقائق. هل تأتي من قواطع كهربائية مختلفة؟ أم أنه علينا إيجاد القاطع المحلي فقط؟ أجبني يا كريك. الكهرباء الأساسية التي تزود المصنع ضربتها بعض الصواعق، ونحن على الهاتف مع شركة الطاقة، وإنهم بطريقهم إلينا الآن بشاحناتهم لمساعدتنا على تشغيلها. يبدو أن الكهرباء عادت إلى الحاسوب ونصف قسم الذرة، وهذه إشارة جيدة. ما زال هناك زيت حار في المقلة والمنتجات بداخله، ونحن نتفقد جميع المقالي للتأكد أن النار لم تشتعل بها. كيف يبدو الأمر لديك؟ جيد. كل شيء بخير؟ لم يشتعل شيء؟ لا. ولا دخان؟ لا. حسناً، هيا ننطلق، هذا جيد. مع استرجاع الكهرباء سيتمكن الفريق من إعادة بدء العمل. هل يمكنك أن تهتم بكل شيء؟ لا تقلق، سنعيد العمل. هناك رجال في الأعلى يريدون تشغيل الأمور المهمة. أنا لست قلقاً، تدربنا على هذا ومررنا بهذه التجربة، والجميع يعلم ماذا يفعل، والجميع موجودون في مكانهم الصحيح. سنعود للعمل بغضون دقائق. أعيدي ضبط الجهاز وتفقدي الأمور. لكن أولاً عليهم إزالة المنتجات المحروقة. ها هي الرقائق تخرج من المقلة. انقطع التيار لمدة 11 دقيقة. إنها مشبعة بالزيت ومحروقة. سنقوم برميها ونعيد ترتيب كل شيء. أريد أن يخرج كل شيء من الفرن. ما أن نعيد ضبط الأمور، أريد أن تخرج كل شيء من المقلى والفرن. راقبوا الزيت، ها؟ وانتبهوا إلى الدخان. حسناً. اتصل بي إن احتجت لي، سأذهب للتفقد. حسناً. فريتوس محروق. للعمل. هناك 12 قناة مذياع في المنشأة. يجب أن نتواصل بين بعضنا البعض قبل القيام بأي شيء. هذه فوضى، لا نحب أن يحدث هذا الأمر. لا يمكننا صنع نصف مليون كيلوغرام باليوم إن توقفنا عن العمل. أهناك من يعمل على هذا؟ أجل، ما أن نستعيد الهواء. جيد، أعد العمال للعمل الآن. سرعان ما يعود الهواء. هناك هواء يأتي من مركز المصنع، لذا يجب أن تكون بخير. حسنا. تم تنظيف كل شيء، جاهزون للعمل. يجب أن نتأكد أن الفرن يعمل. كل شيء آخر يعمل. الهواء والناقلات مستعدة للبدء. يجب أن نتأكد أن السخانات تعمل وجاهزة. تمت إعادة تشغيل كل شيء. نحن جاهزون الآن. كان هناك تعطيل بسيط وقمنا بتدارك الأمر، ويمكننا العودة للعمل الآن. عدنا. ف
فقدنا الطاقه مده 11 دقيقه. علينا التاكد ان جميع الرقاقات وضعت في الاكياس. فقدنا بعض المنتجات لكننا سنعوضها بيوم عمل. خسر الفريق وقتا ثمينا جدا مع بقاء يوم واحد فقط للتسليم العيد. يقومون بالعمل الجاد. قد لا تعتبر 11 دقيقة مهمة لشخص اعتيادي، لكن عندما يتعلق الأمر بعيد والجميع يخرجون في نزه وتجتمع العائلة كاملة معا، هذا أمر مهم لعملنا، لذا يجب أن نرد بأفضل ما لدينا، أن نتم العمل على الموعد. ومع نهاية اليوم عادوا إلى الجدول. وجيش من الآلات جاهز للتسليم. هذا هو مستودع فريتولي، وتبلغ مساحته 65 ألف متر مربع من التخزين. إذن هذا سيزيد وقت العمل إلى الساعة 7 مساء اليوم. لا مهمة طاقم المستودع. إنهم يعملون مجدداً وإنتاجهم سيلبي طلباتنا في الموعد المحدد. لم يقطع التيار لدينا، لذا نحن بخير. وهناك جيش من الآليات مستعد للعمل. المستودع لدينا كبير جداً ومكان جميل للعمل به. لدينا عربات ذات تحكم تلقائي، ولدينا 3000 منصة نقالة للمنتجات و40 صندوق على كل منصة. المستودع عبارة عن 9 طوابق وتديره 6 رافعات آلية، لذا لن نصعد إلى الأعلى، لن نصعد 9 طوابق لنختار الصناديق. يقوم النظام بهذا لوحده. صناديق الرقائق تأتي من التغليف على الناقلات إلى النظام الآلي الذي يوزعها حسب النوع، ثم يضعها على المنصة. وتقوم العربات الآلية بوضع الألواح في مناطق التخزين المرتفعة، حيث يقوم ماسح ضوئي بتفقد الرقم التسلسلي، ثم توضع على رفوف المستودع على ارتفاع 9 طوابق. والآن يقوم النظام باختيار المنتجات لتلبية الطلب، وهذا يحدث بطريقتين: كميات كبيرة من منتج واحد تصل إلى قسم التوزيع، ثم يتم تحميلها وشحنها. لكن في بيري هناك طلبات متنوعة صغيرة تذهب إلى المتاجر الصغيرة مباشرة، ولهذه العملية يستخدمون فريقا من الأشخاص. يستخدم المنتقون نظام انتقاء صوتي، ويتم نقل طلب الشاحنة التي حملت بضائعها إلى النظام، ويتم قراءته للمنتقين عبر سماعات أذن. يتم إخبار المنتقين باختيار كميات محددة من وحدات تخزين معينة، يحضرون القطعة المطلوبة ويؤكدون للنظام بإخبارهم بأنهم حصلوا عليها. يجب أن يتعودوا عليها، ويجب أن تتعود عليهم. يجب أن تميز أصواتهم، كما يجب أن يتعلموا كيفية السماع لها، فهي تميز الصوت، وهناك أوامر مختلفة للتواصل معها. تعبر الحمولة المنوعة على الحمالات إلى منطقة التحميل، حيث تقوم آلة بوضع الصناديق داخل الشاحنة. هذه آلة تيركس، وأطلق عليها ذلك لأنه كما ترى الرأس يتحرك للأعلى وللأسفل. إنها تساعد رجل التحميل على وضع العلب في الشاحنة دون التسبب بضغط كبير وضرر. إنها لطيفة على الصناديق. محاولة جعل كل هذه القطع تعمل معاً يمكن أن يكون أمراً مرعباً بعض الأحيان، لذا يجب أن نتأكد أن جميع الأنظمة تعمل، وأن الشخص المناسب في المكان المناسب، وأن الجميع يعمل بشكل جيد داخل الفريق.
وأخيرا في الساعة 11 يقوم الفريق بإخراجها. لقد قمنا بصنع 2 مليون كيس من الرقائق تقريبا، لكن الوضع كان جنونيا جنونيا جدا، وسنبدأ في 5 من الشهر مجددا. وأخيرا أصبح الوضع هادئا بعد موسم عطل جنوني. شحن أكثر من 1.5 مليون علبة خلال عيد الاستقلال، ما يقارب 10% من أعمال فريتولي. إنها كمية كبيرة.